حياكم الله مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، مشاهدي قناه الرياضيه اهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراه النهائيه الثانيه ذكور والتي تجمع بين فريق الجمعيه السلويه وفريق شباب الريف الحسيمي. قبل ذلك النشيد الوطني مشاهدينا. الحفاظ عن اللقب وفريق شباب الريف الحسيمي الذي يبحث عن أول الألقاب في البطولة الوطنية من خلال هذا النهائي الذي يقام هنا بمدينة وجدة عاصمة الشرق للمملكة المغربية. يسعدنا أن يكون معنا نتابع مشاهدينا هذه الصورة وتسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة على مستوى نون النسوة. نتابع هذه الصورة واللاعبة مريم من جانب نادي الفلاحة الذي حصل على المركز الثاني وعلى الرتبة الثانية. هذه الصور الخاصة بالفريق الفائز بلقب البطولة الوطنية، لاعبات النادي القنيطري التي لواتي توجنا بلقب البطولة الوطنية وبدرع البطولة الوطنية لأول مرة في تاريخ مدينة القنيطرة. النادي القنيطري يفوز بلقب هذه البطولة. لاعبات المدرب حسن بن خدوش تمكنا من تسجيل وتدوين أول لقب على الصعيد الوطني من خلال البطولة الوطنية. مشاهدينا نعود لأجواء هذه المباراة الحاسمة والهامة. يسعدنا أن يرافقنا في تحليل أطوار هذه المباراة محلل قناة الرياضية السيد محمد زحزوحي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك الأخ هبان، وتحية للمشاهدين الأوفياء للقناة الرياضية. سيد محمد زحزوحي، الأكيد على أن نهائي اليوم نهائي بطعم خاص وبقيمة كبيرة، خصوصا أنه يجمع بين فريق يبحث عن تدوين اللقب، عن الحفاظ على اللقب، وفريق يبحث عن أول الألقاب في مسيرة. وبطبيعة الحال الجمعيات السلوية هذا الموسم الثالث على التوالي اللي كيوصلوا للنهاية لا في كأس العرش لا في البطولة، فحسموا كأس العرش في هذا الموسم هذا، واليوم عندهم أهدافي أمام فريق شباب الريف الحسيمي باش يحاولوا يحصلوا على اللقب الثالث على التوالي. ما نساوش بين شباب الريف الحسيمي فريق لانه بدا المسيره ديالو في 2005، وهاد الثلاث سنوات الاخيره دائما كيتواجد في المربع الذهبي، واليوم انجاز كبير داروا بالوصول ديالو للنهايه
وفي البطوله ديال هذا الموسم في الفتره ديال الذهاب اول هزيمه كانت عند الجمعيه السلويه على حساب شباب فريق شباب الريف الحسيمي. نتمنى باش تكون واحد المقابله كيف كيقولوا المتعه ديال كره السله، وهو كيكون سيسباس كيكون ذاك الفرق ديال جوج ثلاثه ديال النقاط. قبل ذلك عذره على المقاطعه السيد محمد الزحزوحي، نعطي تشكيله الفريقين. شباب الريف الحسيمي مشاهدينا يدخل بالتشكيله التاليه: بومكار محمد، الحمراوي محمد، الخطابي ايوب، بالمحجوب يونس، مصلح ياسين، نسبة كريم، زيكوفيتش نيناد، ساو عبد الله، المقصود عادل، موليفا كاستوم، غليمي رضا، والمدرب زيكوفيتش زيلكو. فيما فريق الوداع الجمعية السلوية مشاهدينا يدخل بتشكيلة تالية: نجاة عبد الرحيم، فير ياسين، كوردو، سفيان، مصباحي، زكريا، جاتسن، بالاخضر محمد، الشوعة محمد، زويتا عبد الحكيم، نميرة محمد، مديني عبد المجيد، مافين دانيس، زغلول أسامة، ومدرب الفريق البوزيدي سعيد. هناك تغيير في التشكيلة ديال شباب الريف الحسيمي، وهو اللاعب السربي ميزوفيتش صاب واحد الألم في الظهر ديالو، وعوضوا اللاعب السو لي سو تا هو كان فرحة ديال ما يقرب على 4 شهور لأنه تا هو كان تصاب في الركبة ديالو. بالفعل كذلك حكام هذه المقابلة: الحكم الأول محمد زياد، الحكم الثاني بن عيسى بن شريفة، الحكم الثالث هشام عمراني. في انتظار مشاهدينا الأعزاء بداية هذه المباراة التي ستحمل بين طياتها أشياء كثيرة. سي محمد، هل ستحمل هذه المباراة بطل جديد في ثوب شباب الريف الحسيمي، أم أن فريق جمعية سلا له رأي آخر وبالتالي سيحافظ على اللقب؟ راك تعرف ملي كتكون شي كومبيتيسيون ديال السبور كوليكتيف دائما كيكون واحد البرونوستيك في الديبار كنا نديروه، فلا جينا نشوفوا على الورق كنلقاو ليكيب فابوري وهي الجمعيه السلويه نظرا للمجموعه ديالها، لان الخمسه الاساسيين الاولين سكون ابالي ساك ماجور كلهم لعابه بالحجم الدولي، وكذلك كرسي الاحتياط كيتوجد فيه لعابه شبان هما من الحجم الدولي، الشعاع باير ياسين، وكذلك اللاعب الامريكي جاتسون. الشباب الريف الحسيمي عنده تما واحد التقييمه البشريه في المستوى، ولكن كتتقم في واحد ثلاثه حتى اربعه ديال اللعابه، فممكن زيلكو اليوم غادي يحاول باش يلعب بخطه تكتيكيه دفاع باش يحاول يخسر هذوك لو سكور اي لي بوان ديال الجمعيه السلويه، لان الجمعيه السلويه دائما كتمتاز بواحد المعدل ديال 20 نقطه في كل ربع. نضيف لا سمحتي لي اخو بال بانه مدينه وجده عرفات في هذا الويكاند هذا عرس رياضي من الحجم الكبير كيف عرفته من قبل مدينه اكادير، مدينه قلميم، مدينه تطوان، مدينه مكناس، اليوم مدينه وجده كانوا فيها كاع النهايات ديال الاقسام كلها، ففي الاناث وكاع تقريبا المدن ديال على الصعيد الوطني كتمثلها، ففي الاناث في القسم الثاني فريق ديال الرشيديه انتصر على الفريق الثاني ديال الجمعيه السنويه 59 في القسم الوطني الاول ديال من اناث وداد صفرو خداو اللقب على حساب شباب الريف الحسيمي، في الديفيزيون في القسم الممتاز ديال الاناث النادي القنيطري كيف شاهد الجمهور من قبل انتصر على لاسيكا. في الذكور في القسم الثالث كان لامي جمعية ديال انفران انتصرت على ميشليفان انتصرت على لوين مكتب الكهرباء ديال الدار البيضاء هي البطل هذا الموسم. في القسم الثاني بنيس ناسن كبركان هي اللي انتصرت على الفريق ديال ميدالت. في القسم الوطني الاول الكوكب المراكشي هو اللي انتصر على النادي القنيطري 79-74، والان غادي نشوفوا شكون اللي غادي ياخذ اللقب في القسم الممتاز دوكور. بالفعل نعود سي محمد لهذه الاجواء وكذلك لعوده لاعبة نادي القنيطري، سلامات لهذه اللاعبة التي سقطت قبل قليل والتي ربما وقف الكل للاطمئنان على سلامة هذه اللاعبة، لاعبة حنان لاعبة نادي القنيطري. الحمد لله من خلال الصور التي مدنا بها الزميل المخرج ياسين حفور
نطمئن على سلامة هذه اللاعبة. على ذكر الإناث، فريق لاصق ديال قنيطرة كان هو اللي في النهاية ديال كأس العرش في هذا الموسم هذا، فلعب لي دو فينال ولكن ما كانش محظوظ باش انتصر ولو فهدا. بالفعل اليوم مدينة القنيطرة، مدينة حاضرة، حاضرة مدينة القنيطرة، حاضرة في الذكور في الكاك، لأنه خذوا الورقة ديالهم باش تأهلوا لكأس الممتاز السنة المقبلة وكانوا في النهاية، وحاضرة كذلك في الإناث الكاك اللي خذوا اللقب، ولاكري كلوب كينيترا اللي حتى هو كان في النهاية. بالفعل إذا مدينة القنيطرة ستحتفل الليلة بتتويج أحد أضلاع هذه المدينة من خلال فريق النادي القنيطري الذي توج على حساب جاره الذي يختصم معه نفس الرقعة الجغرافية وكذلك نفس المدينة في ديربي حارق دار رحاه هنا قبل قليل على قاعة المغطاة. ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة وجدة، وتابعتموه مباشرة على قناتكم قناة الرياضية، النادي القنيطري حسم المباراة النهائية في جزئيات بسيطة في الدقائق والثواني الأخيرة. نقول ألف ألف مليون مبروك لفريق القنيطري، النادي القنيطري، وهارد لاك لفريق الفلاح القنيطري. والرئيس ديال النادي القنيطري سي هشام عامر، ما نقولكش لا بريسيون اللي كانت عليه في النهاية، واستطاع باش هو يحقق واحد الإنجاز في هذا الموسم هذا. بالفعل في انتظار دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الميدان، حوار سيكون بين سواعد أهل سلا وبين سواعد أهل الحسيمة، لمن ستكون الغلبة ولمن ستكون الكفة. الجمعية السلوية لا فورس ديال الفريق، الجمعية السلوية عنده جو انتيريور وجو اكستيريور، جو انتيريور بوجود ديال النجاح ديال كوردو، جو اكستيريور بليتيرامي ديستانس ديال زكريا، ديال كذلك لي بينيتراسيون ديال زويتا، والمونور دو جو ديال الجمعية السلوية ميفين دينيس. جمهور كذلك والمدرجات تصدح باسم وباسماء لاعبي الفريقين. نهنيك وذلك المولوديه الوجديه على المرتبه الثالثه بالامس. بالفعل فريق الوداد المولوديه الوجديه تمكن يوم امس من احتلال المركز الثالث بعد تفوقه في مباراه نهائيه على الفريق الاحمر فريق الوداد البيضاوي بحصه 90 مقابل 76، وبالتالي تكون مدينه وجده فاعل خير على مولودية وجدة من خلال تحقيق المركز الثالث، نطوي صفحة المركز الثالث ونعود لنركز على من سيكون حامل اللقب. أول محاولة ضائعة من جانب النادي القنيطري من جانب جمعية سلة تعود للفريق الحسيمي، البحث عن 3 نقاط ضائعة من جانب اللاعب مقصود عادل، أول نقطتين بالفعل. هنا كتبين بين الجمعيه السلويه دخلوا انطلاق المقابله انجو رابيد غادي يحاولوا يديروا، لانه باغيين ياخذوا ممكن واحد لافونتاج ديال 810 ديال النقاط في هذا الربع الاول. كان ليناد بحث عن 3 نقاط زينه حتى بالفعل. ليناد معروف بلاصه الريس. نتابع من جديد نقطتين. هنا كتبين سرعه الاداء. مثال تعود من جديد كرة عند لاعبي فريق الحسيمة، كرة دائما بجانب لاعبي فريق الحسيمة عبر اللاعب مقصود عادل، مقصود عادل في تنفيذ دفاع رجل لرجل الجمعية السلوية. بالفعل محاولة البحث عن تسديد ضايعة. تعود من جديد من صباحي زكريا، مصباحي نجاة عبد الحكيم. لكن سرعة في الأداء دائما عند الجمعية السلوية، وهنا خص المدرب ديال شباب الريف الحسيمي يعرف كيفاش دخلت في مقابلة الجمعية السلوية على بعد 2 3 دقائق. تعود من جديد محاولة قائمة
كرة اللاعب مقصود عادل. خطأ. كل خطأ. رميتين حرتين أو خطأ. سيلعب من طرف اللاعب سيبا كريم. نسبة كريم لناد. تمريرة ممتازة. لا 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 تمريرة ممتازة هنا. موليفا هنا خطأ. كان هو يحاول يدير المحاولة باش يسجل. بريمير بيردو بال عند الشباب ريف حسيمي. تعود من جديد لفريق جمعية سلا عبد الحكيم نجاح. زكريا مصباحي البحث عن التمرير تحت السلة الضائعة. تعود من جديد. ماذا يقول الحكم؟ لا لا ما كاينش هنا خطأ. ما كاينش هنا خطأ. الروبو خذا غاليمي غير اعترف في الرجل ديال زويتا. تعود الكرة لفريق شباب الريف الحسيمي. مقصود عادل. نسبة كريم. مقصود عادل من جديد. محاولة توغل. توغل. تعود من جديد. غانمي. غانمي رضا. يدوي نقطتين. نقطتين. تضيع من جديد غانمي. ومقصود عادل وجه لوجه. مشى عادي باش يلعب على اللافوت وحصل على اللافوت. الفعل نجاة عبد الرحيم يقع في المحظور ويرتكب خطأ ضد غليمي رضا ومقصود عادل في هذه المحاولة وبالتالي يتحصل على رميتين حرتين. جمعية السلوية في البدو هذا طلعوا شوية الريتم يبغوا ياخذوا ديك السيس ولا وي بوان كما قلت من قبل ولكن شباب الريف الحسيمي كنا نقولوا بان الحصة حاضر. مقصود عادل يدون النقطة الأولى. كيف سيتعامل مع الرمية الثانية؟ يسجل كذلك الثاني. تعود كرة زكريا مصباحي البحث عن ثلاث نقاط ضايع. تعود عبد الحكيم نجاح. نسبة كريم. نسبة كريم. كريم. البحث عن ثلاث نقاط ضايع من غليمي رضا. رضا غليمي كانت بعيدة عنده فوق. كرة عبر اللاعب مافين. زويتا. خطأ ميناد. خطأ. كد اللاعب عبد الحكيم زويتا. تعود من جديد. محاولة قائمة دائمة لجمعية سلا. عبد الحكيم زويتا ماذا يفعل في محاولة التوغل الرائعة. بينتراسيون ممتازة. بالفعل سلا أكثر من رائعة من جانب اللاعب عبد الحكيم زويتا. هناك شفنا شونجمون ديال لا ديريكسيون اللي مشى فيها. تعود من جديد. كرة حسيمية عبر اللاعب نسبة كريم للبحث عن ثلاث نقاط. تمرير ضايعة. كان عنده انتير ماشي وغير فورسي داكشي اللي خلاه باش يضيع هذه المحاولة. كرة يصالح شباب ريف الحسيمي. ايناد البحث عن ثلاث نقاط لكن تعود من جديد. كريم مقصود عادل البحث عن التمرير
مقصود عادل محاولة توغل دائما مقصود محتفظ بكورتو. خطأ 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 بالفعل يتحصل على رميتين. مقصود كيحاول يلعب الان كونتر ان باش يدير لي فوت حيت الساعة ناجح في العملية ديالو. دائما المحاولة قائمة موليفا تعود من جديد زكريا مصباحي بسرعة زكريا مصباحي محاول التوغل كرة من دون عنوان مقصود عادل مباراة متحركة نناد بالفعل نقطتين نقطتين من نناد نناد في الصورة يدوي نقطتين لفريق شباب الريف الحسيني بهذه الطريقة نجاح تقطع الكرة تعود من جديد كريم في اتجاه عادل تقطع مافين زكريا مصباحي البحث عن تسجيل تضيع نجاح موليفا خطأ هنا كانت السرعة من طرف لا شباب ريف الحسيمي لا الجمعية السلوية هي داك الشيء اللي خلات باش سي محمد مباراة متحركة مباراة سريعة دابا الدماغ ديالهم كل واحد باغي يكسب داك لافونس ضربة في الربع الأول نجاح شوية ديشي نجاح يضيع الرمية الأولى كيف سيتعامل مع الثانية يسجل الثانية تعادل 9-9 خروج اللاعب نجاح عبد الرحيم من جانب الجمعية السلوية ودخول اللاعب شوعة محمد كريم نناد وليفا نناد بحث عن 3 نقاط كريم صباحش دينيس بطريقة رائعة لا خطأ في الهجوم ديال شباب الريف الحسيمي خطأ هنا لأنه ما مشاش الروبو أوفونسيف بالفعل نتمنى من زميل أحفوري عادة لقطة تدوين الهدف من جانب مانفيس بهذه الطريقة احتجاجات من جانب المدرب هنا زيكوفيتش مدرب فريق شباب الريف الحسيمي لا داعي الاحتجاج في هذه اللحظه هذه الاولى لانه ما نظنش كان كاين هناك شي خطا تحكيمي ولا شي حاجه كيمكن له يحتاج بطريقه اخرى من يكون انا ريد جو كيمكن له يدير مع الحكم زيكوفيتش غير راضي امام بروده اعصاب مدرب الجمعيه السلويه البوزيدي سعيد نسبة كريم وليفا البحث عن 3 نقاط لا تعود من جديد زويتا كرة ضايعة وليفا دينيس خطأ في المشي شباب الريف الحسيمي عندهم غير نيناد اللي كيدير دي تير من بعيد من 3 بوان داكشي اللي كيخلي الفريق ديال الجمعيه السلويه يديروا واحد الدفاع متاخر روبلي في قلب لا زون دونك باش يسدوا على الغليمي وعلى عادي المقصود حتى هو كيحاول يدير لي بينيتراسيون خصهم غيروا الخطه التكتيكيه ديالهم للهجوم تعاود من جديد محاوله قائمه نيناد البحث عن تسديد خطا خطأ لصالح فريق شباب الريف الحسيمي رميتين حرتين تنفيذ اللاعب كريم نسبة يدون النقطة الأولى ماذا سيتعامل مع الثانية بالفعل يدون الثانية
والسلة رائعة. بالفعل يدون النقطة الثانية عشر لصالح فريق شباب الريف الحسيني. تلعب زويتا، كيف سيكون رد الجمعية السلوية؟ بالفعل ثلاثية، ثلاثية الأولى، ثلاثية من دانيس، تعود من جديد عبر اللاعب غانيمي رضا. ممتازة التمريرة، التمريرة كانت ممتازة ولكن خطأ، هناك خطأ مشي. كان خطأ مشي، خطأ مشي. التمريرة كانت ممتازة لغانيمي. تسير بسرعة والدقائق تتساقط تباعا، وكذلك النقاط تتساقط تباعا، سواء على السلة السلوية أو السلة الحسيمية. بعداد يشير إلى حوالي 14 مقابل 12 لصالح الجمعية السلوية على بعد 3 دقائق من نهاية الربع الأول. زويتا، زويتا محاولة التوغل، المحاولة الأخيرة كانت من جانب اللاعب كوردو سفيان. خطأ للاعب موليفا. كوردو سفيان يتحصل على رميتين حرتين، يسجل الأولى. كيف سيكون مصير الثانية؟ كوردو سفيان يسجل كذلك الثاني. أول مرة الامتياز 4 نقاط لصالح الجمعية السلوية. حسبة كريم، مقصود عادل، محاولة التوغل. عادل كيحاول يلعب لي بينيتراسيون على يحصل على الخطأ. فعل حصول على رميتين حرتين، خروج اللاعب نيناد ودخول مصلح. اللاعب مصلح ياسين من جانب شباب الريف الحسيمي. مصلح كيمتاز بلي بينيتراسيون، زيلكم ني شاف نيناد صيروا عليه بلي تيرا مي ديستونس، عوضوا باللاعب مصلح باش يحاول يدير دي بينيتراسيون. كذلك خروج اللاعب رضا غانيمي، رضا غانيمي والسو، ودخول اللاعب ساو. شوفوا الحالة الصحية ديالو واش تسمح ليه باش يلعب هذه النهاية. ساو عبد الله في تنفيذ الرمية، مقصود عادل، يسجل الثانية، وبالتالي يقلص الفارق. تومي سميت، جاتسون بالفعل، جاتسون شاين عوض ميفين، كذلك بايري ياسين عوض زكريا. بالفعل البحث عن ثلاثية. تعود من جديد كرة لشباب الريف الحسيمي، اللاعب حسبة كريم، تشجيعات الجماهير الفريقين. نسبة كريم والبحث عن 3 نقاط بعيدة. عود من جديد، محاولة قائمة. سو أول محاولة ضعت له. كرة عند اللاعب جاتسون. جاتسون تضيع الكرة والخطأ. هنا كتبين اللاعب اللي ما كيكونش دار ان شوفمون في المستوى. جاتسون من جديد، كرة عند فريق الحسين، عند فريق الجمعية السلوية. دانيس تقطع، كانت دفاع عادل، هجمة مرتدة سريعة. سو خطأ في المشي، كان خطأ المشي. عادل هو اللي كان يدير المحاولة بالفعل، ما كانش يدير لاباس هنايا.
داتسون. داتسون احتفظ بالكرة، البحث عن تمرير، داتسون زويته البحث عن ثلاث نقاط، زينة حتى بالفعل زويته، سلة رائعة من جانب اللاعب زويته وثلاث نقاط. في المحاولة الأخيرة ماذا يقول الحكم؟ هجمة كانت سريعة لفريق شباب الريف الحسيمي. خطأ على خطأ خطأ على لاعب زويته وخطأ تقني. فعل رمية هنا صراع ما بين سو وزويته. سو وزويته في هذه اللقطة عطى دوبل فوت، اللعبة بجوج لا بوزيسيون ترجع عند شباب ريف حزيمي. مصلح كريم، كريم البحث عن تمرير، البحث عن توغل، كريم دائما محتفظ بكورتو، البحث عن تمرير. غني ميريدا حط اللاعب زكريا، غني ميريدا يتحصل على رميتين حرتين. على بعد دقيقة من نهاية الربع الأول، وكيظهر لي واجب على لا شباب ريف حسيمي لا الجمعية السلوية يحاولوا يلعبوا المقابلة ويديوها في المقابلة ويخليو شي شوية التحكيم، لأنه يلاه هذا الربع الأول وما نظنش كاين هناك شي قصد من طرف الحكام في هذه الساعة. لي زيرو كيمكن لهم يوقعوا، ولكن زوج رميات حرة عند اللاعب غنيمي. أكيد سيكون اللاعب غنيمي رضا. فعلي يسجل الأولى. يسجل الثانية كذلك. غنيمي رضا في الصورة. 50 ثانية على نهاية الربع الأول. جاتسون مصباحي زكريا زويته. خطأ خطأ كاينة كاينة كاين الخطأ. سو دار اون موفيز بوزيسيون ديفونسيف، كان خاصو يجي لقدام باش يحبس لاباس ما توصلش لزويته. الفريقين معين راه الجمعية السلوية 8 الأخطاء وشباب الحسيمي 5 الأخطاء. تنفيذ زويته يسجل الكرة الأولى. معدات 20 نقطة وصلوا للجمعية السلوية ديال الربع. ضيعة الثانية الساو عبد الله كريم. كريم والبحث عن تدليل الفارق قبل نهاية الربع الأول. هذا خطأ جراتوي من طرف جاتسون. رميتين حرتين للاعب كريم. يسجل الأولى. بعد خمس دقائق الثانية ما بقيناش كنشوفوا ذاك السرعة الأداء اللي كانت عند خاصة عند الجمعية السلوية. يسجل كذلك الثاني. تعود من جديد آخر المحاولات في الربع الأول. زكريا مصباحي جاتسون. جاتسون تقطع الكرة. تعود مصلح ياسين. مصلح وعودة نناد من جانب الفريق الحسيمي. 13 ثانية.
وصليح كثر في الدريبل هنا يا فوريا. كريم 8 ثواني. كريم 4 ثواني البحث عن المراوغة. يضيع ونهاية الربع الأول مشاهدينا بتفوق فريق الجمعية السلوية على فريق شباب الريف الحسيمي ب 20 مقابل 17. سي محمد ربع أول متكافئ نسبيا. شفنا فيه شويه الباسكيت واحد 6 ديال الدقائق من بعد منين خرج اللاعب نجاح وزويته ما بقاش في البوست ديال اريير وداز في البوست ديال انتيريور كات ما بقاش ديك السرعه كنشوفوها عند الجمعيات السلويه. الشباب ريف الحسيمي كيحاول يقلب في الاول على دي تير وفيرا مي ديستانس ولكن كاين هناك الدفاع حاضر ديال الجمعيه السلويه ولكن المعدل الجمعيه السلويه وصلوا ليه 20 نقطه. ما نساوش الشباب الحسيمي حتى هو حاضر لانه الفرق راه كان غير 3 ديال النقط. ننتظر ماذا ستجود به ماذا سيجود به الربع الثاني. الجمعيه السلويه عندهم ديك لافور جو انتيريور كيف قلت قبل جو اكستيريور ولحد الساعه شباب الريف الحسيمي باقي ما تبيناتش بغاو يبينوا ديك لافورس ديالهم على تيرامي ديستون ديال ليناد ولكن سجل المحاوله الاولى كان هناك واحد الدفاع عليه ما كانش واحد الترانزيسيون اخرى باش اما غاليمي اما نسبه يكون دون دي بوزيسيون توتير لحد الساعه نسبه حتى هو كيمتاز بالمحاوله ديال جوج ثلاثه نقاط ولكن عمره ما كانت شي بون بوزيسيون توتير اللي كان تيرو بير. عوده لاعبي الفريقين لاستئناف الربع الثاني. دخول في شباب الريف الحسيمي اللاعب بومكار مكار محمد يدخل في صفوف شباب الريف الحسيمي. عوض اللاعب سو لانه لاعب سو كيف اربع شهور وكان هو ميزون ديسبونيبيليتي لانه كان مصاب في الرجل ديالو ما تكونش عنده ديك لا كونديسيون فيزيك باش يمكن له يواجه اللياقه البدنيه خصوصا في المباراه النهائيه بالفعل لانه حتى هو اش كدير اللي حسابه الجمعيه السلويه. انتظار استئناف المباراه. هنا كنشوفوا زياد ممكن كيدير واحد الكونترول ديال لي ليسونس باش يشوف شكون الطاقم اللي خصو يكون جلس في الكرسي الاحتياط ديال الجمعيه السلويه لان القانون خصو يكون عندك ديك لا ليسونس باش تبان لك تجلس في الكرسي الاحتياط. قوانين الجاري بها العمل على المستوى العالمي. اسبا كريم ليس ياسين مصلح من جديد البحث عن التمرير غنيمي رضا غنيمي مارشي 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 كان مارشي كان يبيفوتي من الجهه الاخرى ما كانش يدوز على ذاك البي البيفو البي دروا كان دار تير فلوتور ولا برار ولي كانت احسن. تمريره ممتازه ديال بار ياسين كوردو كذلك كوردو كوردو سفيان نيناد تعود من جديد نيناد والهجمه لشباب الريف الحسيمي البحث عن ثلاث نقاط زينه حتى بالفعل ونقطتين لفريق شباب الريف الحسيمي من خلال الرميه الاخيره تعود بطريقه رائعه زويته بالفعل زويته يتلقى في الكره الاخيره بطريقه اكثر من رائعه ويدون نقطتين لفريق الجمعيه السلويه قبل ذلك كانت نقطتين من جانب اللاعب نيناد يعود من جديد نيناد يدون نقطتين من جديد ويقلص الفارق لنقطة واحدة وتستعيل المباراة والمدرجات من جديد. البحث عن تسديد بالفعل رائع من جادسون ونقطتين
جاتسون بهذه الطريقة يدون نقطتين في عداد الحسيمة أو في عداد الجمعية السلوية. تعود من جديد كريم رضا غنيمي، كريم البحث عن ثلاث نقاط زينة حتى بالفعل الأولى يا كريم، بالفعل ثلاث نقاط رائعة من كريم، والرد بهذه الكيفية، الرد بهذه الكيفية ونقطتين من زكريا المصباحي. سلة هنا وسلة هناك، نيناد من جديد، نيناد البحث عن التمرير. لا لا لا، كان بوبقار يمشي، كان يدير دوبا دوبا وكان يمكن له يسجل. باني بورتي بوبقار كان بامكانه تدوين نقطتين في المحاولة الأخيرة، غريبي ما كانش كيتسناها فعل. غزارة في النقاط مع بداية الربع الثاني. جاتسون البحث عن تمرير، المراوغة جاتسون، كوردو الدخول، لكن كرة من دون عنوان تعود من جديد. كريم مصلح البحث عن تسديد بالفعل. بومقار يدون نقطتين. الرد من زكريا المصباحي هذه المرة لم تسلم الجرة، أو بالأحرى لم تنفع تنجح المحاولة. نيناد رميتي لصالح فريق شباب الريف الحسيمي، في التنفيذ سيكون اللاعب الكاميروني موليفو كاستام. خروج لاعب نسبة ودخول المقصود في بوست ديال مونور. لا يضيع الأولى. يضيع كذلك الثانية، وبالتالي يضيع فرصة التقدم بالنسبة لشباب الريف الحسيمي. قاسم محاولة يا السلة، قاسم زكريا المصباحي، بير ياسين البحث عن ثلاث نقاط. لا تعود من جديد، المقصود عادل، مباراة تتحرك بسرعة، مقصود عادل. ياسين مصلح لا البحث عن الدخول، مقصود عادل من جديد. موليفا بومقار، موليفا من جديد على مناسبتين، يتحصل على خطأ. موليفا كان محظوظ لداو، ضيع المحاولة الأولى واستطاع باش ياخذ الخطأ لصالحه. جماهير تحضر من أجل مساندة الفريقين، سواء شباب الريف الحسيمي أو فريق الجمعية السلوية، الباحث عن تأكيد الذات وبالتالي الحفاظ على اللقب. لحد الساعة 9 نقاط لصالح شباب الريف الحسيمي ضد 6 لصالح الجمعية السلوية. داكشي اللي خلى المدرب البوزيدي باش يطلب واحد الطومور ويحاول يرتب عاوتاني الوراق ديالو داخل الخماسي ديالو. في الصورة حكام المباراة انتظار استئناف المباراة، الجماهير ترسم لوحات فنية جميلة في المدرجات، أغاني المساندة للفريقين تصدح هنا بالقاعة المغطاة. الأمير ولي العهد مولاي الحسن، جماهير بمختلف الأطياف، شباب شيب وأطفال، الكل حضر هنا لهذه القاعة من أجل متابعة سحر
الكرة البرتغالية التي أضحت تجد لها خارطة الطريق يوم بعد يوم على مستوى الخارطة الوطنية مع توالي السنوات وتعاقب السنوات كذلك. لكن لاعب نجاح كيرجع صفوف جمعية السنوية جاتسم نجاح جاتسم جديد البحث عن ثلاث نقاط لكن من دون جديد مقصود عادل مقصود عادل مقصود عادل دائما محتفظ بكرة الدخول غليمي رضا ضاعت تعود من جديد خطأ فوتونتي سبورتيف فاللاعب مصلح مع الاسف لاعب ممتاز عنده كيمتاز سيرتو بالسرعه ديالو لي بينيتراسيون ولكن مع الاسف اليوم باقي ما دخلش في المقابله هذاك الشيء اللي ديما عنده واحد ان طون دو روتار هذاك الشيء باش خلاه يدير هذا الخطا فوت اونتي سبورتيف جوج رميات حره لاعب جاتسون بالفعل جاتسون يدون الرمية الأولى وبالتالي النقطة 27 هل ستحمل هذه الرمية بين طياتها النقطة 28 بالفعل لاعب المدرب بوزيدي غير الخطة ديال التكتيك ديال الهجوم لأنه رجع زويتا في البوستاريير بعد ما دخل نجاح عبد الرحيم ونجاح عبد الرحيم مع كوردو في جو انتيريور كيتفاهموا بزاف احنا شفنا غير هذه المحاوله هذه ستاتا باش يعطيه لاباس تحت السله كوردو سفيان رمية الحرة يسجل الأولى بسهولة ثانية ضايعة مقصود عادل مناد لا 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 زويتا عبد الرحيم زويتا حاول التوغل لكنها لم تكتم دائما محاولة قائمة ونجاة عبد الرحيم يضع الكرة في الشباك حضور ناجح لنجاة عبد الرحيم تعود من جديد محاولة لفريق شباب الريف الحسيمي مقصود عادل موليفا نينات ثلاث نقاط لا 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 ما وصلش الكرة لم تكن بالقوة المطلوبة تعود من جديد زكريا المصباحي لا ممتاز كوردو سفيان خطأ مش لا بوزيسيون ديال المنور اللي عطاها زيلكو عادي المقصود ما عطاتش الاكل ديالها ايجابي لانه ملي كان نسبة كان السيركلاسيون دو لابار كانت في المستوى مقصود عادل نعرفوا عادل سي با مانور ميناد ميناد محاولة توغل بالفعل لا 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 يحتفظ بالكرة مقصود عادل من جديد محاولة توغل تعود الكرة لفريق الجمعية السنوية هنا شباب الريف حسيمي خصو زيركو يغير شوية خطأ خطأ ديال نينات كاين لا كاين خطأ كاين خطأ في الصورة مدرب فريق الجمعية السلوية بوزيدي سعيد لحد الآن الأعصاب يبدو بأن الأعصاب لا زالت هادئة في ظل تقدم فريقه وحدود الساعة
بحت عن ثلاث نقاط زينة حتى بالفعل. زكريا المصباح يدينم الفريق بهذه الطريقة يدون ثلاث نقاط تعود من جديد لفريق الحسيم المقصود عادل غاني ميريدا تحت السلة. لا لا تعود زكريا المصباح بسرعة تقطع من كريم تمرير لغاني ميريدا تضيع. لا لا هاني من إضاء دو كات بوان دي ضاعت. ما نساوش بين الجمعية السراوية البوزيدي بعد ما غير رد عبد الرحيم نجاح وكردوف جو انتيريور وزويتا رجع اريير رجعوا للمستوى ديالهم. جاتسون او دانيس زكريا المصباحي الحكم يقول خطا اوفنسيف ديال كوردو الشباب الريف الحسيمي. اول مره كيصبح الفرق ديال 8 نقاط لصالح الجمعيه السراويه. دخول من جديد اللاعب عبد الله كريم بحث عن تسديد حكم يعيد الكرة لصالح فريق الجمعية السلوية. مباراة بدأت 14 نقطة لصالح الجمعية السلوية لحد الساعة لسعود مقابل سعود للشباب الحسيمي. ثلاثية ديال عبد الرحيم نجاح هذا اللاعب في الصورة يدون ثلاثية رائعة بهذه الطريقة. 11 نقطة الفرق أمام نظرات كما تابعنا قبل قليل المدرب زيلكو مدرب فريق شباب الريف الحسيمي. بوجود سعيد والتعليمات من أجل المحافظة على الفارق ولما لا توسيع الفارق. دابا كيعطيهم تعليمات لأنه كاين 11 بوان دافونس يحاولوا لا سيركيلاسيون دو لا بال في الأول. شباب الريف الحسيمي داك التغيير اللي دار زيلكو من يخرج نسبه من بوست ديال مونور هو اللي ما بقاش خلى شباب الريف الحسيمي كانوا غاديين في داك النهج ديالهم الهجومي. فعل هذا الفريق شباب الريف الحسيمي الذي اضحى من بين اصعب الارقام داخل البطوله الوطنيه عكس ما كاين عند الجمعيه السلويه ملي كيخرج مايفين دونيس الموزيع رقم 14 كيدخل الموزيع الثاني غاتسون شين رقم 8. لاعبان بنفس المؤهلات قلت بان فريق شباب الريف الحسيمي الذي اضحى معادله صعبه في البطوله الوطنيه منذ وصوله للقسم الممتاز سنه 2009 هو ينافس سواء من خلال وصوله لمباريات نصف النهائي في عديد المناسبات واليوم يصل للمباراة النهائية بعد تجاوزه لعتبة فريق الوداد البيضاوي في نصف النهائي التي تابعناها على قناة الرياضية بعد أن امتدت المباراة للشوط الإضافي مباراة كانت مجنونة تابعناها على قناة الرياضية وانتهت لصالح أبناء الحسيمة بحصة 76 مقابل 73 قبل ذلك مسار شباب الريف الحسيمي الذي وصل إلى النهائي
أو إلى نصف النهائي عبر بوابة المجموعة الثانية الخطأ. من خلال التصدر هذه المجموعة وتاركا الوساطة لفريق المولودية الوجدية التي ضمت المجموعة كذلك نهضة طنجة وفريق الجيش الملكي، فيما فريق الجمعية السلوية وصل للمباراة النهائية عبر بوابة المجموعة الأولى التي ضمت كذلك فريق الوداد البيضاوي، فريق المغرب الفاسي، وفريق الفتح الرباطي في مباراة نصف النهائي انتصر على فريق مولودية الوجدية بحصة 87 مقابل 77. هذه معطيات ونتائج حول الفريقين ونقطتين في هذه الأثناء عبر اللاعب نجاة عبد الرحيم. الفارق يتسع تدريجيا السرعة باش كتمشي الجمعية السلوية، ما يمكنش شباب ريف حسيمية في هذه الساعة يواجه فعل على بعد أقل من دقيقة و40 ثانية على نهاية الجولة الأولى في الربع الثاني من هذه المباراة. زويتا، تمريرة ممتازة ديال زويتا، غوردو تير فلوتر، خطأ دفع ديال النجاح بيان في الاربيت العبراني. اللي كان كيتوجد لينات في صفوف شباب ريف الحسيمي الحلول كانت كيلقاها الموزع. خطأ لصالح كريم نسبة، عنده جوج رميات حرة. رميتين حرتين لصالح اللاعب كريم نسبة من جانب شباب الريف الحسيمي. يفشل في الأولى. وينجح في الثانية كريم يدون النقطة 26 أو 27. زويتا، دانيس البحث عن تسديد تعود من جديد، تقطع زويتا بطريقة رائعة لكن لم تكتمل. ماذا يقول الحكم؟ لا خطأ كريم مسبا. لا شفنا الروب اوفونسيف مشى لزويتا. سبعة نقاط اللي سجلت شباب الريف عشرة نقاط ديال شباب الريف الحسيمي مقابل 19 الجمعية السلوية. سي محمد، الربع الثاني كان متباينا شيئا ما خصوصا من خلال عودة شباب الريف الحسيمي في النتيجة، لكن مع الدقائق الأخيرة لهذا الربع فريق الجمعية السلوية عرف كيف توكل الكتف ووسع الفارق. ما نساوش بين نصف النهائي اللي لعب شباب ريف الحسيمي ماشي هي اللي لعبها الجمعية السلوية مع الوداد، كانت مقابلة قوية، كان الشوط إضافي. مع الأسف يوم السبت ما حتى فريق ما قدر باش يدير واحد التدريب باش يرد ديك لابريشور فيزيك للعابة. فعل هنا كنشوفوا غنيمي ما ظهرش بالفريشر فيزيك ديالو، كذلك لا عادي المقصود حتى هو. الساعة الفارق 42. كريم نسبة، كريم نسبة محاولة توغل البحث عن ثلاث نقاط. لا غنيمي، وأخيرا غنيمي رضا يدون نقطتين 29-42. ونهاية مشاهدينا الربع الثاني وبالتالي الفصل الأول من هذه المباراة بتفوق فريق
الجمعية السلوية على فريق شباب الريف الحسيمي ب 42 نقطة مقابل 29. مشاهدينا إلى الجولة الثانية، إلى ذلكم الحين، حياكم الله.